أهلا بحضراتكم، يعني أمسية طيبة وغدا ذكرى عطرة هي ذكرى عبورنا من المحنة والهزيمة إلى آفاق من الانتصار وتحرير الأرض وتحرير الإنسان. 6 أكتوبر يعني محطة تاريخية مهمة، وقبل ما نخش في تفاصيل هذه الفقرات وهذا العيد برحب بزميلتي إيمان الشامية، هنكون معاكم على مدى تقريبا 3 ساعات، تقريبا ساعتين و45 خليهم دقيقة. 3، أنا موافقة على فكرة. طارق، مساء الخير، ومساء الخير أعزائي المشاهدين. كل سنة وكل المؤسسة العسكرية بخير، وكل مصر بخير وبسلام. الذكرى 43 لانتصار حرب أكتوبر، هذا اليوم المجيد في تاريخ الشعب المصري وكمان الشعب العربي الحقيقة، لأن الشعب العربي جزء لا يتجزأ من أو المجتمع المصري، وحاله لا يتجزأ عن المجتمع العربي. 1973 وتحديدا في 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، الساعة 2 الظهر، أول إطلالة ليوم رائع، يوم يحمل من الذكرى العطرة، ويجعلنا دائما نتذكر هذا اليوم ونتذكر شهداء هذا اليوم. مش هطول على حضراتكم، بس ما يفوتنيش إن أنا في هذا اليوم يا طارق في شخص عزيز على قلبي أحب إن أنا أهدي له كل حب وفخر، هو والدي. والدك كان مقاتل على الجبهة؟ 10 سنوات في الجيش المصري، شارك في حرب اليمن و67 و73، وطول الوقت عمل عندنا حالة من التعبئة طبعاً. الرائعة الجميلة اللي مخليانا فاهمين يعني ايه مؤسسة عسكرية ويعني ايه جيش بلدنا. انا بقول له كل سنة صحيح، وانت طيب. يعني لا يكاد، يعني ما فيش بيت بيخلو من واحد من ابناء القوات المسلحة في العائلة، صحيح. سواء وكلنا كشباب ورجال اكيد مرينا ايضا بفترات التجنيد الاجباري اللي كانت جزء من تطوير الجيش المصري في مراحل تاريخية مختلفة. لكن الشيء اللي لازم نقوله في المقدمة ونركز عليه انه الشعب المصري هو اول شعب تقريبا في التاريخ عرف يعني ايه جيش منظم سنة 3200 في بزوغ التاريخ. الملك نارمر، توحيد القطرين، كان صحيح. عندنا اول جيش اول جيش في التاريخ. بعد كده بتيجي مرحله محمد علي وتاسيسه للكليه الحربيه في 1820، وعلى اسس علميه ومنهجيه وتدريبات، وكان بياخد من حروبه مع اعدائه خبرات ويطور من المعدات ويطور من الاداء، وادرك انه هذا البلد له ابعاده القوميه الاستراتيجيه في الجنوب والشمال والشرق، ومن اجل ذلك وخاض حروب عبقريه لمصر وقضى على الوهابية وانتصر عليها بابنه إبراهيم باشا طبعا، وحقق انتصارات وصلت بينا إلى أن احنا كنا على بعد يعني كيلومترات من فيينا نفسها. صحيح، يعني صحيح. تاريخ مجيد، هنستعرض تاريخ الجندية في فقرتنا الأولى إيمان. ده فقرة هتكون معاك يا طارق، وده مهم جدا أن احنا كلنا نفهم الامتداد الطبيعي أو الأساس من البداية كان شكله إيه، لأنه هو عكس ما كان يقال أن الفكرة بدأت مع محمد علي. لا، الفكرة في مصر بدأ من زي ما طارق قال من أيام الفراعنة. الرسوم على المعابد بتؤكد ذلك. ثم كمان الحقيقة أيدتها الفكرة العربية. مفيش قائد عسكري بارع ولا عظيم بيشهد له العالم الا ما كان هو رئيس للدوله. صحيح، هو الملك. هو الملك. انت ذكرتيني بحاجه يا مان، معلش. عفوا، في مسرحيه هي اقدم نص مسرحي في التاريخ اسمها انتصار حورس، كانت بتناقش ايه؟ تخيلي اول مسرحيه في التاريخ بتناقش ايه؟ اهليه الملك لحكم مصر. فبتقول المسرحيه ان من يستحق أن يحكم مصر هو الذي يستطيع حماية حدودها والدفاع عن مياه النيل والدفاع عن حدودها الشرقية والشمالية والجنوبية. طيب. ده مضمون المسرحية. ده مضمون المسرحية، ده رائع. احنا مش عايزين نطول، بس دي فقرة مهمة جدا هتكون مع طارق، وهيكون ضيفنا اللي منورنا فيها الدكتور زكي البحيري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنصورة. احنا مش هنكتفي بان احنا طول الوقت بنذكر بعد بيوم عظيم ورائع، يوم ما انتصرت فيه أو قامت القوات المسلحة المصرية مع القوات السورية. صحيح. بشان هجمة أو مش هجمة، هي بداية الحرب كانت في 6 أكتوبر لاسترجاع أرض سيناء وهضبة الجولان وجنوب اللبناني وغيرها من الأماكن اللي احتلتها إسرائيل إبان حرب 67. إحنا هنتكلم كمان عن دور المؤسسة العسكرية في البنية التحتية للدولة.
دي هتكون فقرة تانية. المؤسسة صحيح. العسكرية لم تكتفي بفكرة أن أنا بأمن حدود، ولكن بما أن القوات المسلحة أو المؤسسة العسكرية معروف عنها الانضباط، معروف عنها السرعة في الأداء، معروف عنها التقييم والمراقبة، فبالتالي بقى في عامل ثقة قوي جدا ما بينها وما بين الشعب المصري. انت في الفقرة بتاعتك إيمان دي فقرة مهمة جدا. لسبب لأنه أعدائنا والخبراء حتى العسكريين لما قعدوا يدرسوا إزاي مصر ما سقطتش بعد هزيمة 67 لقوا أن في ثلاث أسباب لعدم السقوط ده. هو وحدة الشعب المصري مسيحيين ومسلمين. ثانيا وجود قطاع عام قوي جدا، فلم تحدث مجاعات ولم تحدث كوارث، فلقوا ان ده حاجة يبدو انها استهدفت فيما بعد. لما استهدف القطاع العام المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة فكر ازاي ان الجيش اللي كان بيعتمد على القطاع العام في تغذية جنوده وفي عليك. كل مؤنه ومعداته وفي كل شيء من المصانع المصرية، طب لو المصانع دي هتتباع، لو المصانع دي هتتعرض لمشاكل، الجيش بتاعي يتأثر، فقال لك لا هصنع أنا جوه الجيش. ده جوه المؤسسة فصنع العسكرية. جوه الجيش كل صحيح. الأشياء لدرجة حتى الأسمنت، بقى في مصانع صحيح. أسمنت خاصة بالجيش. صحيح. المأكولات صحيح. الخبز الفكرة البنزين عندك. كل الأشياء دي كانت الهدف منها الأساسي هو الاستقلالية الاقتصادية عشان البلد صحيح. ما تقعش. إذن الفكرة بدأت مع المشير أبو غزالة واستمرت بعد ذلك. يعني هي الفكرة كانت في البداية أن تكون المؤسسة العسكرية مكتفية أو هي بتصرف على حلها، لكن بعد ذلك تطورت المسألة، وخصوصا أنا كان عندي فائض كبير من التجنيد، فتم استغلال هذه الفكرة وهذا الكادر البشري المهم في عمليات بناء مصانع ومحاولة لإيجاد فرص بديلة لنهضة الدولة. أنا بزود من دخل الدولة أو رفع معاناة كثيرة عن كاهل الدولة، لأن أنا بستهلك حاجات بشكل كبير. بدأت بعمل بداية من حفر أبار في سيناء، في مشروعات ما بيقدرش القطاع الخاص يدخلها نظرا لأن هي هتكلفه كتير قوي. الحاجة الثانية وعورة المكان اللي هيشتغل فيه ما بيبقاش آمن، فتقدر المؤسسة العسكرية أن هي، والكلام ده طبعا موجود في سيناء، موجود في الوادي الجديد، موجود في بئر العبد، موجود في الفرافرة، موجود في سيوة، كل المشاريع الكبيرة دي بتنتهي صحيح. حتى بمنظومة الخبز اللي تم الالتفات ليها بشكل كبير. الفقرة الثالثة معاك يا طارق هتكون عن تقييم مهرجان المسرح التجريبي أو الرأس المعاصر والحديث. مش الرأس المسرحي المعاصر والحديث. هو الحقيقة إيمان هو يعني أدخلوا لفظ المعاصر إلى المهرجان التجريبي، كان كل سنة اسمه مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أضافوا ليه كلمة المعاصر، ودي لقت يعني انتقاد من بعض النقاد لأنه يعني لقوها ربما تكون تكئة انه العرض اذا ما طلعش فيه عناصر تجريبية يبقى المنظمين للمهرجان يعني ما غلطوش، احنا عندنا هو المعاصر وعندنا التجريبي يعني نوع من انواع الخلوق. لكن هو الحقيقة احنا عندنا الأستاذة ميسة زكي ناقدة مسرحية نتكلم في العناصر الإيجابية والسلبية لهذه الدورة. ولا شك رغم اي شيء ان عودة المهرجان نفسه بعد غياب 5 سنوات مكسب، ولكن كيف يعود؟ هو ده السؤال، هل يعود صحيح. فاشلا أم يعود ناجحا؟ هل يعود أكثر تجريبية أم يعود بكل أخطاء الماضي وتكرارها؟ هو ده السؤال اللي هنطرحه على ضيفتنا. طيب منذ أيام يا طارق اجتمع الرئيس الوزارة مع مجموعة منها نائب محافظ البنك المركزي ومجموعة من رؤساء شركات الأدوية لبحث موضوع مهم جدا، هو أزمة الدولار وانعكاسها على الدواء. ازاي هنقدر يكون عندنا دواء واحنا عندنا أزمة كبيرة جدا واحنا بنتكلم فيها عن الـ سعر الدولار وأثره على الدواء. هنناقش موضوع مهم جدا كمان، الموضوع متعلق ب الموضوع متعلق بالمادة الفعالة في الدواء المصري. احنا طول الوقت عندنا أزمة كبيرة يا طارق، هي فكرة ان المصري ما بيعملش اي نتيجة. ودي حقيقة، يعني احنا عايزين نشوفها وعايزين نشوف احنا واهمين ولا ده حقيقة. عموما عشان ما نطولش على حضراتكم احنا هنخرج لفاصل، هذا الفاصل هو فيلم عن هذا اليوم العظيم، فيلم تسجيلي عن حرب اكتوبر، وحنرجع نكمل مع الاعلامي طارق عبد الفتاح بعد مشاهدة ممتعة ان شاء الله.